روية في زمن هارون الرشيد قد حصل للناس غلاء سعر وضيق حال حتى اشتد الكرب على الناس اشتدادا عظيما، فأمر الخليفة هارون الرشيد الناس بكثرة الدعاء والبكاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأمر أيضا بكسر آلات الطرب. ففي بعض الأيام رؤي شخص أو عبد يصفق ويرقص ويغني، فحمل إلى الخليفة هارون الرشيد، فسأل هارون الرشيد عن فعلته هذه من دون الناس، فقال: إن سيدي عنده خزائن بر وأنا متوكل عليه أن يطعمني منها. شوفوا حتى جلالة عقل الإنسان كيف لوين اتصل. فلهذا أنا إذا لا أبالي، فأنا أرقص وأفرح. فعند هذا قال الخليفة هارون الرشيد: إذا كان هذا قد توكل على مخلوق مثله فالتوكل على الله أولى. فسلم للناس أحوالهم وأمرهم بالتوكل على الله.